صباحكم عسل، صباحكم مراد عسل. وصل، مراد وصل. السلام عليكم. واحد كيكة وزويتها بلجيان عمس. مرحبا وألف مرحبا. معكم سعيد، سعيد فرنات شي الرحمة. والله ينزل عنا شي رحمة ويعطينا التيسير لينا وليكم. هل معقول؟ هل معقول عمس؟ هاد طفرناتشي تنعم اخويا دخلت ليه عن طريق الصدفة والصدمة بزوج. الصدفة كنت كنخدم فيها في العطلة فاش كنت كنقرا، ومن بعد فاش انقطعت عن الدراسة لقيت طفرناتشي هاد الحرفة بوحدها اللي كنعرف ندير. والصدمة لاني تصدمت بالواقع المرير ديال هاد طفرناتشي. حرفة صعيبة، حرفة اللي كتدخل ليها سخون وكتخرج منها بارد. ها مرض العظام، ها الصدر، ها الضيقة، ها الرماد، ها الغبابر، ها الكورونبير، البرود، بزاف ديال الحوايج. وخا خدام في الصاد كنعانيو بزاف، كنعانيو ديال بصح. انا جاتني هاد الحرفة مابقى فيها ما يدار، وحنا على عتبات الفقر والتشرد. ولينا كنترزقو مع صحاب الشيوات، صحاب المشاوي، صحاب اللاطات، صحاب الكيكات، الفقيقسات. هذا ما عمل كان ترزقه، وخا قلال بزاف، قلال وقلال، ولكن هذا هو السبيل الوحيد اللي بقى عندنا. انا معلم ديال الطياب والتحمار والتقرميش. انا النعمه كنشمها في الفران واش طابت، كنشمها كنعرفها طابت كنخرجها بلا ما نطلع عليها. تجربه ديال اكثر من 20 عام في الحرفه كنقول لك، ولا مره حرقت ولا قريصه صغيره. كاينه التجربه، كاينه التجربه، اللهم بارك. اللي كيقهرنا الصراحه هو الحمام. حطب على الحطب على الحطب على الحطب، والحطب حتى هو غلا، غلاو العواد. النار كله انت كتدخل في الحطب تقول كتوكل الشيطان، جالس في جهنم زيد. ولكن اكفس حمام هو الحمام ديال العيالات. العيالات خدمه معاهم قاصحه، اللي درتيها ما مرتاحاتش. كل شويه كتسمع الدقان في الحيط، واطلاق السخون، وازيد السخون، ورا الحمام طايب. ما كيقنعوش بديك الحراره ديال الحمام. كل مره زيد 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 زيد، وعيسى واو يتخنقوا دوك العيالات، ما كيتخنقوش من ديك الحراره. ايوا فاش كتجمع هاد السنوات كلها بداك الحطب بداك الثقل بديك الحراره وكنخرجوا للبرد، راه صحتنا ولات لا اله الا الله كما كتشوف. انت شوف السدر مشى. انا خويا بان ليا هاد الحرفه غدا وكتنقرض، غدا وكتنقرض. فين طاوات ديال الخبز، فين طاوات ديال الحلوه؟ حتى في المناسبات كنتي كتشم ريحه القريشلات. كيقرب رمضان تشم ريحه السفوف، جايبين لينا الطاوات ديال الدقيق يتحمر. داكشي كلشي مشى. اغلبيه كنقول اغلبيه ديال العائلات ديال دابا مابقاوش كيشريو حتى الخبز. الخبز وما يشريوش، يمشيو للباتيسري يجيوه. البطبوط براسو كيشري واجد. حكا الواد قالت لك خايفه على المانيكير والبوز فيرني، خايفه على ظفارها اكثر ما خايفه على رزقها وصحه دارها. ايه هالوقت. وحتى اللي كتلقاها حادقة واحد شويه شريع عجانة وفران في الدار، يعني فيك فيك. وكنا الله سبحانه وتعالى دوك الفران ديال تركيا، ولا اللي يسوى اللي ما يسواش عنده فران في الدار. وقلي فاش شي وحده تجيب لك الحبل الوصله للفران، قليل 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 قليل. كلشي بلا خدام في الدار وحنا جالسين نعانيو. كنترزق مره مره مع شي دريات كاريات في الحي ومكتار. كل نهار كيجيو عندي كيجيو شويه ديال الجمر، كيعطوني 5 دراهم. كنحسب تقريبا واحد 5 ديال البنات
كتجين واحد 25 حتى 30 درهم في النهار. مساكن كيجيو داك الجمر كيصوبو به غير الشيشه في ديورهم، ولينا نترزقو مع هادو ما نترزقوش مع الناس ديال الخبز وديال الوصلات ديال الحوت وديال الشيوات. هذا ما كان كيما قلت لك، هاد الحرفه خرجت عليا وخرجت على صحتي، وفي الاخر لا ورقه لا تعويض لا تقاعد لا فلوس لا والو. خص الناس يرجعوا للقديم شويه، يرجعوا لدوك العادات، نشوفوا حتى حنا دوك الشهيوات، نشوفوا الريوصه يجوا يتشوطوا، نشوفوا الطنجيات جايين عندنا. وكما كيقول المثل المغربي، الجديد مالي جدا والقديم لا تفرط فيه. ما تنساوش ديروا جام وديروا سبسكرايب وتفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم اي جديد ديال القناة، وما تنساوش ايضا تبارطاجيو القناة مع اصحابكم وحبابكم. صباحكم عسل، صباحكم عسل، مراد وصل.